أسرار النجوم. حياة على السوشيال ميديا. إطلالات الفنية. مهرجانات وحفلات. كواليس المسلسلات. كل هادو أكتر رح تعرفون ضمن برنامج فيمس نيوز يوم الخميس الساعة 7 المساء مع ريهام مجر على لينار. فيمس نيوز هوم. وخلونا نروح سوا فورا لأولى الفقرات. لوكيشن. البداية من دمشق وتحديدا مع فيلم نجمة الصبح للمخرج جود سعيد يلي بدأت الأسبوع الماضي العرض الأول اللي كان مختص للفنانين والإعلاميين، وقريبا حيبدأ العرض الجماهيري أو التجاري. فيلم نجمة الصبح كان من إنتاج السنة الماضية بال 2019 وحصد جائزة الجمهور بعرضه العالمي الأول بأيام قرطاج 2019، وشارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة. تفاصيل أكثر عن الفيلم والمشاركين فيه واللي كانوا عم يحضروا بتقريرنا التالي. لوكيشن الأول لليوم من سينما الكندي بدمر يلي كان عم يتم فيه افتتاح العرض الأول لفيلم نجمة الصبح. الفيلم يلي حصد جوائز عديدة بعدد من الدول العربية سنة 2019. كان إن اللقاءات مع مخرج الفيلم والمشاركين فيه وأكيد عدد من الحضور. مخرج جود سعيد، أهلا وسهلا فيك على هوا نينار اف ام. أهلا وسهلا فيك. مبروك اليوم العرض الأول الجماهيري، وكمان بدي بارك لك على مسافرو الحرب على الجوائز اللي عم تاخدوه. تسلمي لي، شكرا لكم. نحكي اليوم عن نجمة الصبح وليش لهلأ لحتى تم العرض؟ هلأ العرض الحقيقة كان لازم يكون بعد رأس السنة مباشرة اللي هي 2020، ولكن بظروف الكورونا والإيقاف تم تأجيل العرض لهلا. رح نتبعه بالعرض الجماهيري بسينما سيتي، وبتمنى ان العالم تجي وتحضر، تكونوا كتار. شو اللي بيختلف بين نجمة الصباح ومسافر الحرب؟ كل فيلم بيتناول الحكاية مختلفة، شخصيات مختلفة، ببنية درامية مختلفة تماما. يعني نجمة الصبح يمكن فيني أقول هو فيلم واقعي يحمل الكثير من الحالات العبث، خلينا نقول في بعض السخرية السوداء، يعني مضحك المبكي أحيانا. مسافرو الحرب حكاية غير واقعية، حكاية متخيلة بالمطلق، فالشطط الخيال فيها كان عالي جدا. يعني أنا دائما بيتكرر نفس الأسماء معك كممثلين، حتى بالمسلسل يلي هلأ عم تخرجه كمان في نفس الأسماء. بتخاف من تكرار الممثلين ذاتهم، ولا أنت بترتاح لما بتكون عم تعامل مع أشخاص أصلا أنت بتعرفهم؟ يعني بتدفعوني مصاري طبعا. بالنسبة لي موضوع شراكة، هاي شراكة تستمر، والرهان مع الممثلين اللي ممكن يتكرروا، لأنه في دائما عالم جداد، هو الرهان في البحث عن شكل جديد لتقديمهم. بس إلك مني هدية، مشان كل ما تحس فيها تعرف خيك الصغير قديش بوجع منك. يعني ردة الفعل هلا عم نشوفها، يعني هو فعلا يعني في شيء هيك خاص بهذا الفيلم، ويعني انا اكيد بنبسط لما بكون متواجد بهيك فيلم. انت
تقريبا افلام قريبه من بعضها بتكون يعني نفس القصص تقريبا، هذا شو المختلف؟ لك هلا هو نتيجه انه هن في توجه يعني للافلام هلا، وهن يبدو انه هو هلا كثير القضيه المهمه يعني هلا عنا، يعني في عنا اكيد مواضيع كثير، في عنا قصص كثير، لكن شوي هون رايحين باتجاه الخصوصيه اكثر، يعني ما معممين كثير، بس هي كثير قصه خاصه هي اللي هدول ما بين اخين، فهي كثير خاصه لكن كثير بتتعمم يعني. هلا مبدئيا تعرف هذا اسمه عرض خاص، ففي مخرجين، في فنانين، في اعلاميين، في نقاد، يعني هذا العرض الخاص هو عرض، فيني اقول عرض للنخبة يعني. ردة الفعل شفناها اثناء تلقي الجمهور بالصالة، ردة الفعل شفنا عند انتهاء الفيلم، ردة الفعل احتفاء الناس فينا كثير بيسعدنا هذا الشيء. هلا هي ردة الفعل العفوية، أكيد رح ننتظر آراء نقدية من ناس مختصين لحتى تغني شغلنا ونستفيد من أخطائنا إن وجدت، يعني هذا الشيء الطبيعي. أول شيء هي أول تجربة سينمائية لإلي مع المخرج جود سعيد، وكانت من أفضل، يعني هي أفضل تجربة بالنسبة لإلي، أول وأفضل. أستاذ جود بجنان، كان كتير متعاون بالنسبة أنه نحن عم نشتغل لأول مرة، عطاني كل الثقة أنا ولأختي نادية، يعني قدم لنا كل الدعم، وأكيد كل الكاست كان بجنان، أستاذ محمد كمان كان كتير داعم، كانت عن جد تجربة فريدة بالنسبة لإلي. صعوبات اللي واجهتكم وأنتوا عم تصوروا الفيلم؟ والله كل شيء، بما أنه هو الطقس عن جد كان كتير يكون عائق، بس بشكل عام كله كان صعب، خصوصي انه نحن تجربة لأول مرة، بس الحمد لله يعني شفتي إذا كان، ما بعرف شو بدي أقول عن جد، أنا بكيت كل مرة بهدر وببكي، بس أنا بكيت كتير بس الحمد لله كل شيء كان بجنن، أنا مبسوطة كتير، ما بعرف شو بدي أقول لك أكثر من هيك. جدا 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 تأثرت عن جد بكل لحظة، يعطيهم ألف ألف عافية عن جد. لأنه رفقاتك؟ لا لا ابدا مو لانه رفقاتي، لان انا شفتهم تماما مختلفين عن هن كيف كاصدقائي، يعطيهم الف عافيه لكل كاس العمل، والله يرحمك يا عقبه. طيب انت اليوم عم تحققي نجاح كثير كبير بعد مسلسل عروس بيروت، وعم تسجلي اسمك وحضورك بالدراما السوريه، كيف لقيتي رده الفعل، خصوصي انه في يعني انتقادات للاعمال المشتركه حاليا؟ يعني الحمد لله على كل شيء، اكيد في ناس بدها تحب بالنهايه وفي ناس ما رح تحب، انا برايي العمل ناجح وحقق لي انا شيء منيح الحمد لله. من دمشق إلى حمص رح نروح سوا مع فرقة فصحى يلي أحيت افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالمركز الثقافي بحمص، وكان الافتتاح كأول مشاركة لفرقة فصحى ضمن هذا المهرجان. رح نتعرف أكثر عن سبب اختيار فرقة فصحى للافتتاح وشو كانوا محضرين بتقريرنا التالي. لوكيشن اليوم بمحافظة تعني وتحديدا بمدينة حمص، فبرعاية وزيرة الثقافة دكتورة لبانة مشوح أقيم مهرجان الموسيقى العربية يلي افتتح فعالياته بمشاركة فرقة فصحى. مدير ثقافي حمص حكى عن اختيار فرقة فصحى للافتتاح وعن فعاليات المهرجان. أولا العنوان فصحى، كان البرنامج كله باللغة الفصحى، وهي لازم نحاول نمكن اللغة العربية من مبدأ تمكين اللغة العربية، لذلك أقررنا أنه فرقة فصحى هي تكون بالافتتاح لحتى نحافظ، هي رسالة يعني رسالة من العنوان للحفاظ على ثقافتنا والحفاظ على لغتنا العربية. المهرجان برعاية الدكتورة لبان مشوح وزيرة الثقافة، مديرية ثقافة حمص، أقمنا اليوم كان افتتاح مهرجان الثقافي الموسيقي للموسيقى العربية، كان اليوم أول 12 شهر كان لفرقة فصحى، اليوم الثاني هو راح يكون لفرقة اعواد كلية التربية الموسيقية، اليوم الثالث راح يكون 14 شهر حفل كثير مهم سولو اكورديون للعازف الخطير وسام الشاعر، 15 شهر راح يكون فرقة دوحة نادي الميماس،
اليوم قبل الأخير 16 رح يكون فرقة كلية موسيقى بقيادة مهند عيسى، اليوم الأخير رح يكون الختام لفرقة نقابة فنانين حمص، فرح حمص نقابة فنانين بقيادة الأستاذ الكبير مروان غريب. والبداية كانت مع المغني علي الشيخ يلي خبرنا عن الحفل وشو رح تقدم الفرقة وعن الآلات المشاركة. اليوم طبعا مثل ما بنعرف هي انطلاقتنا، انطلاقة فصحى، نحن ونينار كنا عائلة على مدى سنة كاملة، واليوم إن شاء الله رح تتكلل هاي الجهود اللي كانت على مدى السنة الماضية بهذا الاحتفال الصغير. هذا أول احتفال رسمي لفرقة فصحى، هو افتتاح المهرجان الموسيقى العربي بحمص. هلا اليوم في سترينجات، في بيس، في تشيلو، في بيانو، في درامز، في إيقاعات بيركشن، وفي نحن فصحى. أما المغنية حالة راد فحدثتنا عن أول حفل فني لفصحى ضمن هالمهرجان وعن برنامج الحفل. أهلا وسهلا فيكم، نحن اليوم عنا الانطلاقة فصحى بمدينة حمص ضمن فعالية افتتاح مهرجان الموسيقى العربية. هاي الحفلة أنا رح أعتبرها هي كتير شيء مهم، كتير شيء مهم بالنسبة لنا، كتير شيء مهم لنثبت مين فصحى وشو عم يعملوا فصحى وقدي إمكانيات فرقة فصحى فردا لهيك هي رح تكون كتير كتير شيء مهم لحتى تبين للعالم عن جد مين نحن. اليوم برنامجنا رح يضم أغاني بترضي كافة الأذواق، اللي بحب الجاز، اللغة العربية الفصحى هي مانا لغة صعبة ما فيها تندمج مع باقي الموسيقات، لا اليوم رح نثبت إنه لا فينا اللغة الفصحى، هي بتتغنى مع كل شيء، مع غربي بتتغنى مع الجاز، أغاني محبوبة لكل العالم. فاليوم رح يكون رح يرضي الكبير وصغير واللي بيحب الغربي واللي بيحب العربي. شكرا لكم، شكرا كتير. بدوره عازف الكلارينات علي الصالح حكى عن النمط الموسيقي اللي رح يتقدم ضمن الحفل. اليوم نحن كفرقة فصحى هي انطلاقة لنا، اليوم حبينا نحن نكون موجودين بافتتاح الموسيقى العربية، هي مناسبة حمصية بامتياز بتصير كل سنة بكل محافظات سوريا. نحن كتير بيعني لنا انه تكون البداية من هون من حمص. اليوم الجديد بالفرقة انه نحن حابين ان نطرح فكرة جديدة يلي هي بلس على فصحى، انه نحن نحكي عن اللغة، لغة الكتاب بشكل عام العالمية، مو بس كعربية وفصحى، لغة الكتاب عند الفرنسيين، عند الأتراك، عند الإسبان، يعني رح نحاول نقدم هذا الشيء إن شاء الله، يعني يكون نتوفق فيه إن شاء الله. هلأ خليها مفاجأة للناس، بس إن شاء الله اليوم يعني رح يكون عندنا في تنوع موسيقي، رح نلعب شيء جاز، رح نلعب لاتين، رح نلعب عربي أكيد، رح نلعب الشرقي التقيل القديم. فصحى ما هي فرقة، هي مشروع ثقافي بظل هذا التلوث السمعي، بظل يعني الظروف كلها اللي عم تمر فيها، فنحن هدفنا يعني انه نحاول نرمم الشرخ اللي عم بيكون بين الجيل القديم والجيل الجديد. فيعني شكرا لدار الثقافة وللوزارة انه دعونا على هي الحفلة اليوم اللي بتعني لنا كمان مثل ما هي بتعني لنا ان شاء الله. شكرا لينار كتير على تخطيط اليوم لهالمناسبة اللي بتعني لنا كتير، شكرا لكم على كل شيء، يعني دائما عم تكونوا معنا. مهرجان الموسيقى العربية اليوم بيختم فعالياته بحفل لنقابة الفنانين بحمص بقيادة الفنان مروان غريبة. أكيد كل التوفيق لفرقة فصحى بكل مشاريعهم القادمة واللي عم تسمعوها دائما على هوا نينار اف ام، وشكر كبير لزميلنا عبد الكافي فاخوري اللي رجعنا بهي اللقاءات. بنروح سوا لفقرتنا التالية. ستار كول. ختام الفقرة وختام الحلقة مسك اليوم مع اتصال هاتفي أجرينا مع فنان محبوب جدا وكل السوريين وكل الوطن العربي بيحبه، اليوم رح يكون ضيفنا على هوا نينار اف ام وببرنامج فيمس نيوز الرئيس ملحم زين. رئيس الأغنية اللبنانية ملحم زين ضيفنا اليوم على هوا نينار اف ام وببرنامج فيمس نيوز، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا فيك بنينار اف ام وبكل سوريا الحبيبه. نحن اشتقنا لك بسوريا وكنا نتمنى انك تكون موجود لحتى يكون اللقاء مباشر، بس رح نكتفي اليوم باتصال. وخليني الله يخليكي، خليني فورا والله شوفي يعني انا كنت بالشام من فتره وجيزه وهيك رديت روحي يعني هالشوارع بالشام وهالطيبه وهالريحه الحلوه، الشام بعدها مثل ما هي واحسن. أنا من الناس المغرمين بدمشق العاصمة وبسوريا كلها، فالحمد لله أني قدرت أطلع وإن شاء الله عنا جيات كمان تاني، بشرفني نكون معكم أكيد إن شاء الله. معني أسألك بما أنه كنت بسوريا، ليش دائما بتجي على الشام وليش دائما بتجي على سوريا؟ هلأ هي بين لبنان وسوريا دائما في هي الحركة، بس ملحم زين معروف سوريا هي الرواية تبعي، رئتين تبع ملحم زين هي سوريا، لأنه
أول شيء أنا خلقان بسوريا، بحب سوريا، بفرح لفرحها، ببكي على حزنها، كل شيء بسوريا بخصني بحسه من جوات قلبي يعني. وأنا بدي أنقل لك مشاعر السوريين كلهم بيحبوك كتير. الله يخلي لي إياكي. سوريا ما تستاهل أبدا اللي صار عليها. سوريا انظلمت من إخوانها العرب بداية، وإن شاء الله الظلم ما بيدوم، إن شاء الله دائما إن بعد العسر يسر إن شاء الله. إن شاء الله ما رح أخرك كتير ملحم زين. اليوم انتهيت من مؤخرة من The Voice Senior، وأكيد نعم. سمعت الانتقادات يلي التقاها البرنامج بكل عام. شو رد ملحم زين كواحد من أعضاء لجنة التحكيم؟ والله ما كان في انتقادات أبدا، يعني الانتقادات اللي طلعت هي بس في ناس بيظل هالموج اللي اسمه The Voice، هالبروغرام القوي، بيجربوا يعربشوا، بيجربوا انه يتلقطوا بشي عشان يبينوا، ان كان على السوشيال ميديا، ان كان صحافي صحفيين، ان كان شو ما كان يكون. البرنامج ما كان فيه شائبي ابدا. الفنانين اللي قدموا هو اسمه The Voice Senior، 60 وطلوع. في ناس كانت منسية، في ناس صار لها 30 سنة مش طالعة على مسرح، كانت تغني. هذا فرصة جديدة لانه يرجعوا يبينوا. اللي انتقدوا نحن للأسف جلادين هون بلبنان شوي، بعض الصحفيين جلادين بيحبوا عنزي ولو طارت يعني، حتى لو شو ما كان خلص هو شغلته ناقد لازم ينقد يعني، عرفتي كيف؟ صحيح. ما أبدا أنا مبسوط. بعدين عبد ياغي كانت مشاركته عظيمة، قدر يرجع يعرف نفسه على كل هالشيء الجديد، وهلأ عم يعمل ألبوم وعم يعمل أغاني وعنده طور حفلات، رجع عاش فنيا من أول وجديد. بالتالي الانتقادات دائما بيضل في هيك ناس مش عاجبها شيء، ولكن نحن ما نلتفت أبدا، نحن ماشيين. وذا فويس انحضر على صعيد عربي وعلى صعيد كبير، وإن شاء الله في موسم ثاني وثالث بإذن الله. إن شاء الله. أنت كنت أصغر واحد بلجنة التحكيم، وكنت قايل قبل أنه أنت استفدت من هي التجربة. شو استفاد ملحم زين من تجربة مع الأسماء الكبيرة اللي كانت عم بتقدم على البرنامج؟ أكيد. أنا يمكن أنا لأنه في معنى ستات عظام باللجنة، ما بدي يضل أقول أنا أصغر واحد. أوكي، ولكن الصغر بالعمر أفادني كثير، مع قامات فنية كبيرة مثل هاني شاكر ومثل ست سميرة ومثل ست نجوى، أسماء كبيرة وأسماء عندها باع 50 سنة وخمسة وأربعين سنة بالفن. كان إلي الشرف، وبعتقد إني أكثر واحد محظوظ بكل أبناء جيلي إني قدرت أقعد على هذا الكرسي مع هاللجنة العظيمة وأتعلم من هالأساتذة الكبار. هذا شرف إلي، وإن شاء الله بيتكرر مرة واثنين وثلاث إن شاء الله. بدنا كمان نبارك لك بما أنه أول موسم البرنامج كان من نصيبك. قديش نعم. الواحد بيستفيد حتى من هدول الأسماء الكبيرة لو كانوا هنا مشاركين بالبرنامج، يعني مثل فنان أكيد عبدو ياغي، ملهمين كلهم، ملهمين العابد. يعني يعطوك إلهام حلو أنه العمر هو رقم، مجرد رقم. الأمل والطموح والمثابرة ما لها عمر. واحد ما يقول خلصت، ما يقول انتهيت، ما عاد عندي شيء أعمله. دايما الطموح بيضل يولد جوات مطاقة ما احنا ما بنعرفها يمكن، ولكن بنضل نقدر دايما نعطي. وهذا البرنامج أثبت هذا الشيء. كان عنا عم حسين فضلاوي عمره 72-73 سنة، عنا عبدو ياغي عمره 71، عنا كتير أصوات عمره 70-71 سنة، وقدرت ترجع تبين، ترجع تغني على المسرح. ملحم مؤخرا انت اطلقت اخر شيء كان الميني البوم، وبعدها وما كان في ولا كليب. ليش ابتعدت عن الفيديو كليبات مع انه تغير الزمن؟ ما عاد موضوع كليب بامه وبيه ما عاد كثير دارج يعني. صار الليريك فيديو اكثر يعني، صار انه الاغنيه تتصور بطريقه اليوتيوب وبتوصل اول شيء اسرع لوقتنا اسرع، ثاني شيء انتاجيا اقل، ثالث شيء الكلمات منحفظ أكثر يعني. روح صور كليب 3 أيام بعتقد صرت قطعت يعني، ما بحس إنه لازم أعمل هيك بعد، عرفتي؟ صحيح. بيقولوا إنه أنا قادر أعمل هذا المود بورد الصغير، قادر أنا أعطيه لكل الديجيتال بالعالم، سبوتيفاي، أبل ميوزك، آي تيون، أنغامي. صحيح. شو بيخطر على بالك؟ فيني أنا أوزع هذا الليريك فيديو الصغير، بيكون أخف على الناس وبنفس الوقت أسهل توزيعه، بيكون من كليب كبير مع إخراج، مع ستوري، مع يعني الزمن عم يتغير شوي. بيقولوا على الريس ما له خلق كتير على الفيديو كليبات، وأنا ما ريس بس يعني تغير الزمن أفادني إلي أنا في محل معين، إنه
صار كل شيء أسرع، يعني صار كل شيء بيقدر يوصل بطريقة أسرع، عرفتي؟ كنت راضي عن نجاح الميني ألبوم إذا فينا نقول؟ راضي كثير مش شوي، صفى قلبي وصل بشكل فظيع. قولوا للشمس عم تستعمل بكل لكل عروس عم تنزل على درج عم يحطوا قولوا للشمس، شو اسمها من مدة أغنية حلوة وصلت كلهم، يعني لهون بس كانت جديدة علي موسيقيا، كل شيء أنا رضيان عنه أكيد. طيب أنا باقي سؤالين ما رح طول عليك، كنت عم تحكي عن موضوع الانتقادات وأنه في ناس بتحب أو صحفيين، كيف علاقة ملحم زين مع الإعلام؟ والله جيدة جدا، في ناس شوفي أنا اللي علاقته مش جيدة معي بيكون هو عنده عقد، وهو عنده حب يركب طرابيش، وبتقعدي معه بتلاقيه عم يزم بفلان عشان يرضي، وبيقعد مع غيرك بيزمك عشان يرضي فلان، هيدي الناس أنا بفضل إني ما أتعاطى معها، وما بدي يكتبوا عني شيء ولا بدي يمدحوني بكلمة، يسبوني أنا رضيان. وعلاقة ملحم مع السوشيال ميديا؟ علاقتي مع الصحافي أنا بعتبرها جيدة، علاقتي مع السوشيال ميديا حبيت لتويتر، يعني حبيت المنبر لتويتر حبيته، انستغرام بعدني مش مقتنع فيه، بس انه حكما ما حتشوف ملحم زين بيوم الايام عم يصور بالبيت وغرفة النوم بالمطبخ وهلا عم بشرب قهوه، هذا كله ما بيعني الناس ولا بيهمهم. بيهمهم فني، روح بدل ما تضل على مدار سنين عم تعمل فيديوهات للسوشيال ميديا، روح اعمل لك غنيه مثل الخلق وصال للناس باغانيك. يعني للاسف بعض الفنانين تحولوا مثل انه والله هودي الفاشينيستا والبلوجر وما بعرف شو، يعني انت فنان، يعني انت عم تنسى انك فنان. يعني صحيح. ملحم شو اخر اعمالك هلا جديد، شو عم نحضر على الاعياد؟ هلا عم نحضر ان شاء الله، يعني انت عارفه فتره كورونا كانت صعبه. صح. جدا جدا جدا، بدي اترحم على كل شهيد سقط بكورونا بسوريا وبغير سوريا وبلبنان، لانه هودي شهداء، هودي ماتوا بغير وجه حق، يعني بالتالي هودي شهداء انا بعتبرهم، الله يصبر اهاليهم وان شاء الله ما بيحط حدا يموت ابدا. سوريا متسهل الى الخير، وبلاد الشام كلها متسهل الى كل الخير. عم نحضر هلا لشهر 4 لشهر 5 ان شاء الله، ميني البوم كمان صغير، ما حنشتغل على بقى 12 غنية و14 غنية، بقى ميني البوم عم نحضر له، وان شاء الله بيتم اطلاقه بالوقت المحدد بنخبركم ان شاء الله يا رب. هلا اذا ما انك تعبان، انا بس بدي اسمع مقطع صغير نهدي لك كل السوريين يلي عم يسمعوك هلا. لك بدي اقول لسوريا، بدي غازل سوريا هواها بشمس فيا، سوريا قوي دو والله الحامي، سوريا سوريا قوي دو الله الحامي سوريا. الرئيس الله يحميكم، تحية لسوريا ولشعب سوريا ولقيادة سوريا، إن شاء الله بتضلوا بخير أنتوا بالألف دائما، وإن شاء الله بعرف أنه في أزمات كثيرة عم تمر فيها سوريا، ولكن الإمام علي عليه السلام بيقول أيها الحق ما تركت لي صاحب، بالتالي الواحد بس يكون مع الحق وماشي على الحق بيكتروا أعداءه كثير، ولكن الصبر مفتاح الفرج، وإن بعد العسر يسر إن شاء الله. إن شاء الله. الرئيس ملحم زين أهلا وسهلا فيك على هوا نينار أف أم، طول عمرك وناطرين. شكرا جزيلا، شكرا، تحية لكم وللعاملين بنينار، إن شاء الله بتضلوا بخير. شكرا كثير، يعطيك العافية. شكرا شكرا، الله معك، باي باي. أكيد مثل ما وعدنا الرئيس ملحم زين، نحن بنتمنى أكيد يكون على السنة الجديدة أكيد ضيفنا باستديوهات نينار. واليوم لهلأ بنكون خلصنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج فيمس نيوز، ولكن قبل ما نختم خليني أذكر كل يلي عم يسمعونا على هوا نينار اف ام وعم يشوفونا لايف عبر صفحة نينار على الفيسبوك، إنه ضمن برنامج فيمس نيوز بدأ حاليا التصويت لأفضل ممثل أفضل ممثلة أفضل مخرج وأفضل مسلسل سوري، بس انضموا لجروب نينار معكم على طول لحتى تشاركوا بالتصويت ويربح نجمكم المفضل. فبدي ادعي كل يلي عم بسمعونا وكل يلي عم بيشوفونا لحتى تعرفوا النتائج وتشاركوا بالتصويت، فيكن اكيد تدخلوا على جروب نينار معكم على طول وتصوتوا للنجم او النجمة والعمل يلي بتفضلوه اللي كان مفضل عندكم خلال سنة 2020. نحن لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم من برنامج فيمس نيوز، موعدنا بيتجدد فيكم أكيد الحلقة المقبلة. بدي أتشكر معي بالإخراج عبد الكافي فاخوري وأحمد أسعد، وكنت معكم بالإعداد والتقديم ريهام مجر. من هون لوقتها تبقوا بألف خير وكل سنة وأنتم بخير. أسرار النجوم. مايك كاميرا أكشن.
ستيشن. حياة على السوشيال ميديا، إطلالات الفنية، مهرجانات وحفلات، كواليس المسلسلات، كل هاد وأكتر رح تعرفون ضمن برنامج فيمس نيوز يوم الخميس الساعة 7 المساء مع ريهام مجر على لينار. فيمس نيوز، هوم أوف ستارز.